عندي زمن present perfect. معنى present perfect يعني مضارع التام. كم زمن present خدناه لحد دلوقتي؟ خدنا simple present. لا present simple present ها والايه والpresent continuous او والpresent perfect عشان ابقى عارفه كام present سبقت كام تنس من التنسات البريزنت اخدتها. انا دلوقتي تالت تنس عندي اللي هو البريزنت بيرفكت. بريزنت بيرفكت بيعبر عن ايه او اكسبريس ايه؟ اكسبريس اكشن ذات هابنز او ذات هابند ان ذا باست، حاجه حصلت في الماضي ولكن كونتينيو ابتل ناو لسه مستمره لحد دلوقتي. يعني في ارتباط ما بين في كونكشن ما بين الباست والايه والبريزنت. الباست عندي انا كنت لما شرحت الباست قلت something that happened and finished، حاجه خلصت وايه وانتهت، مش مرتبطه بزمننا دلوقتي، مش مرتبطه بالبريزنت. اما الفرق ما بين الماضي البسيط والمضارع التام ان المضارع التام مرتبط بالوقت الايه الحالي، يا اما express something started in the past، حاجه بدات in the past and continue till now لسه مستمره لحد ايه لحد دلوقتي، او something happened recently حديثه لسه حاجه just happened لسه حاجه حاصله دلوقتي. يعني مثلا بقول لك انت كلتي امتى، هتقولي ايه I have just eaten لسه واكله حالا، حاجه لسه معناها ان انت ايه دلوقتي full ممتلئه، يعني معناها ان انت لسه ما هضمتيش الاكل، حاجه لسه طازه كده. يبقى المضارع التام express actions that happened in the past but started in the past but continue up till ايه now، في connection ما بين الباست ما بين الباست والايه والبريزنت، واصله لحد الجزء الايه البريزنت خلاص كده. اما الباست حاجه حصلت في الباست في الجزء دوت كده ملهاش علاقه بالايه بالبريزنت، ده الفرق ما بين الايه ما بين الزمان خلاص كده. طيب الفورم بتاع الفورم بيتكون من ايه؟ have or has، have or has plus bd. طبعا have بتيجي مع I, they, we, you, has, he, she, it. تمام؟ النيجاتيف النفي have بتبقى haven't و has بتبقى ايه؟ بتبقى hasn't. or بستخدم عندي ممكن never بس never طبعا ما بيبقاش معاها الايه؟ معاها النفي، يعني من not ما بتبقاش مع ايه؟ never. never بتحل محل not زي ما خدناها قبل كده في الايه؟ في السيمبل بريزنت. نعم؟ بي 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 تمام كده. طيب الكويستشن السؤال بسال بمين؟ بسال بهاف او هاز زائد السبجكت الفاعل وبعدين البي بي وتكمله الجمله عندي. طب لو دبليو اتش كويستشن هيبقى دبليو اداه الاستفهام، دبليو اتش وورد كلمه الاستفهام في الاول هنا اهو، وبعديها الهاف والهاز وبعديها السبجكت وبعدها الباست بارتيسيبل. طب الباسف دي لانها مهمه جدا، عارفين جزء الباسف ده مهم جدا، هاف وهاز بين زائد البي دي، هزود كلمة بين زائد البي دي الباست بارتيسيبل دوت. لو انا هستخدم حاجة في الايه؟ في الباسيف، هاف وهاز وبين والايه؟ والباست بارتيسيبل خلاص كده. طيب يبقى عرفنا الفورم بتاعه والنيجاتيف والكويشن والباسيف، وعرفنا امتى استخدمه لو حاجة started in the past and continue up till ايه؟ up till now او something just لسه حاصلة حالي، لسه حاصله ايه حال، او بيتكلم عن اكسبيرينس. طب يعني مثلا بقول لك انت ركبتي طياره قبل كده، انت خيمتي في الصحراء، رحتي معسكر قبل كده، الحاجات دي اكسبيرينس تجارب. انا بسالك انت مريتي بيها ولا لا، يبقى بيتكلم عن الاكسبيرينس و something started in the past and continue up till now او action that just has just happened لسه حصل ايه حالا. طيب عندي جزء، الجزء ده مهم جدا بيجي كتير، have و has been to معناها someone went to a place راح لمكان and returned رجع، شخص راح لمكان ورجع returned but have و has gone to he is still there، الشخص ده someone ده still there. يبقى حد يقول لك ده هي راحت زارت اسوان وانا قابلتها النهارده، يبقى في الحاله دي هستخدم بنتو ولا جانتو؟ بنتو معناها ان انا قابلتها، معناها ان شي ايه؟ شي ريتيرند. طيب هي راحت اسوان مستحيل ان احنا نشوفها دلوقتي، معناها ان هي
يبقى ديت حد someone went to a place and returned and دي someone went to a place and still there لازال ايه هناك. طيب ايه حكاية being in someone stayed in a place حد مقيم في مكان زائد بعدها place. يعني مثلا لو جالي she has been in London معنى الجملة دي ايه؟ she stayed لا لسه مستمرة بقى she stays in London معناها ان هي قاعدة هناك ده المكان الايه الاقامة ايه الاقامة بتاعتها. يبقى فرق ما بين been to و done to وبين ايه وبين in تمام كده. طيب الكي ووردز الكلمات الداله على البريزنت بيرفكت كتير قوي هي كتير بس لازم ابقى عارفه مكان كل كلمه في الجمله ايه ده الجزئيه دي مهمه جدا. المهم ان اعرفهم الاول اوريدي ايفر نيفر اب تو ناو فور وسينس وهنعرف الفرق ما بينهم. فور بيجي وراها مده كامله. يعني مثلا انا بقول لك انت بتدرسي انجليزي بقالك قد ايه هتقولي لي بقالي مثلا 10 سنين. 10 سنين دي مده كامله انا عارفه بدايتها ونهايتها يبقى في الحاله دي 4 10 years في الحاله دي هستخدم 4 بيجي وراها المده كامله. اما سينس هقول لك انت بتدرسي انجليزي من امتى هتقولي لي من سنه كذا. فالمطلوب مني انا دلوقتي حددت بدايه المده ولا المده الكامله بدايتها. فالمطلوب مني ان انا احسب من بدايه المده لحد دلوقتي عشان اجيب الايه عشان اجيب المده كامله. يبقى سينس بيجي بعدها بدايه المده يعني من شهر نوفمبر فهحسب من نوفمبر لحد دلوقتي. سينس ما بيجيليش بعديها المده الكامله بيجي وراها بدايه المده. اما فور بيجي وراها مده كامله لو حتى ساعه لو حتى ثانيه لو قلت فور ا مينيت بس انا عارفه المينيت دي قد ايه بدايتها ونهايتها. اما سينس بيجيب لي بدايه حدوث الحاجه البدايه وانا بقى احسب لحد دلوقتي اشوف كام قد ايه تمام كده. يبقى الفرق بين فور وسينس فور بيجي وراها المده كامله اما سينس بيجي لي بدايه المده. سينس بقى ليها شويه حوارات كده لازم ابقى عارفاها عشان بتتكرر كتير. سينس لو جت لي زي ما انا قلت لكم اهيت بيجي الجمله اللي قبليها مضارع تاني الجمله اللي قبليها مضارع تاني وهي بتيجي في قبل بدايه الجمله كده وبعديها الفتره الزمنيه بدايه الفتره الزمنيه ده اللي احنا عارفينه في المضارع التاني. يبقى يجي لي جمله مضارع تام وسينس وبعدين بدايه الايه بدايه الفتره الزمنيه. طيب لو سينس ساعات بتغير مكانها بتبدا لي بالجمله بتبدا لي في الاول سينس والفتره الزمنيه يبقى اللي بعديها اذا هيبقى اللي بعديها الايه المضارع التاني. سينس متحركه شويه يعني ما بتثبتش في مكان يعني ممكن تجي لي هنا ممكن تجي لي في بدايه الجمله. ابقى عارفه اي مكان هتجي لي فيه ابقى اعمل ايه. يبقى لو جالي قبلها مضارع تاني وسينس يبقى بعدها بدايه الايه الفتره الزمنيه تمام كده. طيب لو جات لي في الاول يبقى بعدها بدايه الفتره الزمنيه والجمله الثانيه هتبقى مضارع ايه مضارع تام. نيجي بقى للسنس في جزئيه مهمه جدا بتربط ما بين زمانين المضارع التام والماضي البسيط. مضارع التام والماضي البسيط اركز بقى شويه. سنس هيت في النص جالي قبلها اكيد المضارع التام اخد بالي ان سنس ما بيجيش بعدها مضارع تام ابدا لازم بيبقى جاي قبليها. سينس المضارع التام بيبقى ايه؟ قبليه، يبقى مين اللي بعديها؟ الماضي البسيط، طب فرضا ان هي جت في النص يبقى اللي قبلها ايه؟ المضارع التام وبعديها ايه؟ الماضي البسيط، طب لو هي غيرت مكانها وجت في الاول اللي لازق فيها على طول مين؟ البسيط، يبقى التاني هيبقى ايه؟ مضارع تام، هي مشكلة سينس ان هي بتجيلي في اماكن كتيرة في الجملة، يا اما في الاول يا اما في اخر الجملة. فانا بقى على حسب مكانها انا هحدد الزمن. على حسب مكانها انا هحدد الزمن، ابقى عارفه ان اللي بيجي وراها على طول الماضي البسيط، يبقى اللي قبليها المضارع التام، لو جت لي في الاول هجيب وراها البسيط وبعديها الايه؟ بعديها التام، على حسب ما هتتغير في مكانها. الجزئيه دي مهمه جدا عن ايه؟ عن جزئيه سينس. تعالوا بقى نشوف الكلمات كده واماكنها، الجدول اللي عندنا.